عشر سنوات من الاستثمار في البشر وضبط بوصلة التعليم نحو المستقبل، فكان التوسع في التعليم الفني والتقني والجامعات الأهلية والدولية والطفرة الكبيرة في الإنفاق على البحث العلمي بشكل غير مسبوق ودعم العقول النشطة المبتكرة. على مستوى التعليم قبل الجامعي، توسعت الدولة في إنشاء المدارس التكنولوجية والتطبيقية ونقل الخبرات الأجنبية في التعليم المتميز، فوصل عدد المدارس اليابانية إلى 48 مدرسة، وتم ربط التعليم بسوق العمل عبر الاهتمام بالتعليم الفني بإنشاء هيئة لجودة التعليم الفني والاهتمام بتدريب المعلمين عبر إنشاء مركز لتدريب المعلمين طبقاً للمعايير الدولية. كما وجه الرئيس اليوم ببناء 100 مدرسة جديدة يتم الانتهاء منها خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه. وشهد التعليم الجامعي توسعاً كبيراً عبر عدة محاور، فتم إنشاء عدداً من الجامعات الحكومية الجديدة ومنها الأقصر وشمال سيناء ومطروح، مع استحداث نحو 271 برنامجاً نوعياً جديداً لمواكبة سوق العمل. وكانت الجامعات الأهلية طريق الدولة السحري لتطوير نوعية التعليم واللحاق بالمستقبل بتكلفة مناسبة وبكيانات لا تهدف للربح، فتم إنشاء أربع جامعات دولية هي الملك سلمان الدولية والعالمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة، وتمنح بعضها شهادات مزدوجة نتاج شراكات مع جامعات كبرى في العالم. وأنشأت الدولة 12 جامعة أهلية جديدة هي بنها الأهلية وحلوان الأهلية والإسماعيلية الجديدة الأهلية والإسكندرية الأهلية وأسيوط الأهلية والمنصورة الأهلية وبني سويف الأهلية والزقازيق الأهلية وجنوب الوادي الأهلية والمنوفية الأهلية والمنيا الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية. وكانت الجامعات التكنولوجية طريق الدولة السريع للإنجاز، فوصل عددها إلى 10 جامعات لاحتضان العقول العملية القادرة على الإنجاز. وإزاء الطفرة الجامعية بمصر، تقدمت الجامعات المصرية عالمياً في تصنيفات عديدة ومنها تصنيف كيو أس وشنغهاي وغيرها، ما عكس إرادة مصرية أصيلة نحو مواكبة عصر العلم.